بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن لمحة بسيطة عن مرض السكري. ما هو مرض السكري؟ طبعا مرض السكري هو داء وراثي يتميز بارتفاع السكر في الدم نتيجة عدم قدرة الجسم على تمثيل الكربوهيدرات والدهون والبروتين، وأيضا لقلة إفراز الأنسولين من البنكرياس قد تؤدي إلى إنتاج لنا مرض السكري في الجسم، وقد يحصل لنا قصور في إنتاج هذا المواد بسبب يعني هذا المرض، ويحتاج إلى عناية خاصة. وراح نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن أعراض مرض السكري في درس قادم. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.